رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب اسماء ايات الشكر والعرفان الى مقام حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبه اصدار جلالته للمرسوم بقانون رقم 42 لسنه 2022 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنه 1983 بشان تعديل المرسوم الاميري رقم 2 لسنه 1900. وخمسة وسبعين بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المرسوم سيسهم في مواصلة ارتقاء القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة والذي يشهد مسيرة ناجحة في هذين القطاعين مشيدا سموه بالمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا واعرب المجلس الاعلى للشباب والرياضه عن شكره وتقديره الى جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقدما الشكر في ذات الوقت الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على المساندة والدعم الذي تقدمه الحكومة الموقرة للقطاعين الشبابي والرياضي في المملكة وياتي المرسوم بقانون رقم 42 لسنه 2022 ليعزز رؤى واختصاصات المجلس الاعلى للشباب والرياضه وسياساته التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفه بما يتناسب مع التطلعات لتطوير منظومه العمل الشبابي والرياضي في البلاد ومواصله حصد الانجازات والمكتسبات في العصر الذهبي.